واخ يسال فيقول والدتي توفيت ولم تحج ولم توفي احدا ان يحج عنها، هل يجوز لي ان احج عن والدتي؟ نعم، اذا كان ما حجت حج عنها غريضه، وان كان قد حجته نافله. فجزاك الله خيرا، هذا من اهم البر. قد سمعتم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال هل بقي من بر والدي شيئا برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، والصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فالحج عنهما من أفضل الأعمال، وإنفاذ عهدهما وصية التي يوصان بها، إذا أوصيا بشيء تنفذ، إذا كانت الوصية ما تخالف الشرع تنفذ. والصلاة عليهما الدعاء لهما وصلاة الجنازة والدعاء لهم والاستغفار لهما.